بس المهندس عادل القيعي اللي قدامكم عامل حريف واحرف من الحرفه، في واحد كان ليه راي فيه. انت ايه بتجر الرجل فين يا عزار؟ نشوفه. هو انت مره تقول لي واحد بس مره ايه تشوف ايه؟ بلعب كوره ولا ايه؟ نشوفها تلعب ايه بس؟ اول مره امسك من 20 سنه مثلا. بس والله تمام يا ريس، يعني المسكه اهي. بس انت زمان كنت بتلعب يا استاذ؟ اه ده انا كنت لعيب كبير، كنت بغلب عدل القعر مدير النادي الاهلي. والله؟ اه تلعبوا تقعدوا بينج بونج فتره. اه هنتفضح. دي دبل على فكره. ده مش بينج بونج. اخر لعبه بقى. اخر لعبه. اه ايوه خلاص. اللي بعديها هي اخر لعبه. المهم وتقول لي لعيب بينج بونج والاستاذ عادل امام كان بيغلبك؟ انا كنت بلعب في الكليه. كنت بلعب في المدرسه، كنت بلعب بينج بونج كويس يعني. فجه يوم عادل امام قال انا عايز العب معاك. انا بقى بلعب باستخفاف، مش فاهم ان هو لا لعيب كويس. سيبك من اللي بتشوفه ده. لا ده كان خفيف الحركه وبيضرب فور هاند وباك هاند وبيشوط لا كان لعيب كويس. فغلبني. طب يا عادل نلعب؟ قال لي لا خلاص انا غلبتك مره. لكن لا كان بيلعب كويس، مش عايز مناقشه ان هو كان. انا فوجئت بيه، حركته كانت خفيفه جدا يعني. اصل اللعبه دي بيسموها اصعب لعبه فرديه في العالم. صحيح.